مثل ما بتعرفوا برنامج واتساب صار هو البرنامج الأول للمحادثة عن طريق الموبايل أبليكيشن، وهلأ نزلت النسخة الأخيرة منه يلي بتدعم كتابة والتشات عن طريق متصفح الإنترنت تحديدا كروم. لذلك نحن أول مرحلة لح نتأكد أنه نحن عنا نسخة الأخيرة من كروم يلي هي منروح على chrome.google.com. يلي عم يشتغل على فايرفوكس أو إنترنت إكسبلورر ما لح تشتغل معه الميزة. ثانيا منروح على صفحة لح نحفظ عنا بس web.whatsapp.com ماشي. اذا فاتحين على هاي الصفحة وطالع عنا هذا الباركود. هلأ منروح على الموبايل، هاي موبايلي انا صفحة الموبايل، منتأكد انه الواتساب هو بالنسخة الاخيرة. كيف؟ منروح على البلاي ستور ومنعمل بحث، نعمل سيرتش على واتساب. هلا اذا ما عندنا نسخة الاخيرة رح يطلع لنا هون ابديت. انا عندي نسخة اخيرة، رح اعمل له بس اوبن، بعدين بروح على السيتنجز وبقول له هون رح نلاحظ في خيار جديد اسمه واتساب ويب. مجرد ما عملت واتساب ويب تمام، رح احاول اعمل سكان للباركود. رح نلاحظ كيف عمل سكان. اوكي طبعا صار عندي هلا الواتساب موجود على الكمبيوتر وعلى الموبايل بنفس الوقت. اي اكشن بعمله على الكمبيوتر بيكون تلقائيا بيصير على الموبايل. طبعا عندي خيار نوتيفيكيشنز، اذا انا اخترت نوتيفيكيشنز من هون وعملت تشيك للخيارين رح نلاحظ انه لما بيجيني مسج رح تطلع لي على شاشه الكمبيوتر. بالاضافه لانه على برنامج الواتساب على الويب رح نقدر نبعث صور، واذا في كاميرا رح نقدر كمان نلتقط الصور. ولما ننتهي منحاول انه نعمل لوج اوت مشان ما يبقى الواتساب تبعنا مفتوح. ملاحظة اخيرة، هاي الميزة متوفرة لجميع الاجهزة ما عدا الايفون، لذلك اللي حابب يحصل على هاي الميزة يحصل على موبايل من احد هاي الموبايلات المذكورة هون. شكرا لكم، واذا في اي اسئلة بتمنى تراسلوني.